ميكي، لو سمحت وقف واسمعني شوي. وقف. راك في تعي بسرعة، وينك؟ تعي لهون. شو صاير؟ مين هاي؟ أنا كنت ماشي بسيارتي وشفتها مغمى عليها جنب الطريق، وما بتعرف حدا هون، لهيك جبتها على البيت. ايه، هو انقذني وجابني لهون لحتى صير منيح. جاغان، معقول انه انت تكون غيرت رأيك وتبطل تستضيفني هون بهالبيت؟ بس هلأ يلي انا شايفته حضرة الملائكة وهربت الشياطين. لا اسمعي، انت كنتي متأذية، هو جابك لهون لانه كان بده يساعدك. هذا ما بيعني انه كيف سمحت لها تبقى بالبيت؟ رسولة، انت اهتمي بشغلك وما تتدخلي بشي تاني. هذا البيت مو بيت اهلك، واذا كان عندك شي مشكلة فيك تعيشي بالسجن مع امك. انا عم حذرك للمرة الاخيرة، اوعك تتمادي هيك مع ضيوفي مرة تانية.